إخوة أن نوحد الصفوف، فأنا أدعو الناس جميعا وأدعو قيادة هذه الشرعية التي قد كلفت بحمل هذه القضية وعلى رأس هذه القيادة الدكتور رشاد العليمي، أدعوه أن يقوم بما أوجب الله عليه، وكذلك نائبه المجاهد الشهم سلطان بن علي العرادة، ذلكم الرجل البطل الذي ما علمناه إلا واسع الصدر وعلمناه مجاهدا صادقا مع مخلصا مع بلده ومع أمته ومع شعبه. فيجب علينا أن نجمع الكلمة في شخص واحد، لا نتفرق. فيا أيها الإخوة الكرام، وحدتنا هي قوتنا، وأدعو التحالف وأدعو قيادة التحالف ومن يقود أمر هذه الأمة أن يختاروا رجالهم كما يختار العدو رجاله، فوالله لن ننصر إلا برجال صادقين مخلصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهيد الدكتور عبد الرزاق البقمة رحمة واسعة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإننا نعزي الأمة جميعا فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. تعال هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحم الله الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن محمد البقمة رحمة واسعة، وأسكنه الله فسيح جناته وجعل مأواه جنة النعيم. إخواني الفضلاء عند ربهم يرزقون. عبد الرزاق البقمة ذهب إلى الله، وإن كانت نالته يد الغدر فقد نالت تلك المرأة التي قتل زوجها وعبد الرزاق يصرف عليها، وذلك اليتيم الذي قتل أباه وعبد الرزاق يصرف عليه ويحمل همه. والله العظيم أننا لم نبلغ معشار ما بلغ من مزاحمته على الأيتام مهما فعلنا، نحن زملاء في العيد تفتح المحلات للأطفال والأيتام والنساء والنازحين. من الذي كساكم؟ كسانا الله عز وجل على يد هذا الرجل المغدور. نسأل الله أن يرحمه. المصروف في البيوت من الذي صرف لكم؟ الله على يد هذا الرجل البار. ولذلك إذا أردنا أن نحزن تذكرنا مناقبه، وتذكرنا أنه بين يدي رب الرحيم، عطف على الضعفاء والمساكين وأحسن إليهم، لن يضيعه الله. ولكن هذا لا يسقط واجبنا جميعا في حق هذا الرجل المبارك. علينا جميعا أن نحمل هم اغتياله حكاما ومحكومين، على كبارنا ألا يجعلوا هذه القضية تمر بسلام، فإذا مرت هذه القضية بسلام فقل على البقية السلام، إذا مرت هذه القضية من دوني تتبع ومن دون أن يأخذ جزاءه من سولت نفسه هذا الفعل المشيد، فوالله لترون الاغتيالات تطول العلماء والدعاة وحتى مشايخ القبائل والأعيان وكل من ينكر المنكر، لأننا أمام مجرمين يدفعون الدولار والعملات الصعبة لأناس أنفسهم دنيئة ويشترون بها أرواح الصالحين. فالله الله يا كباراتنا، على وجه الخصوص لا تجعلوا هذه القضية تمر بسلام. لا يدفن الشيخ الدكتور عبد الرزاق وتدفن قضيته، فإني أرى إن دفن ودفنت قضيته معه أنه لن يقوم يوم القيامة خصيما لمن قتله فقط، بل خصيما للجميع، لكل من أهمل قضية عبد الرزاق بن محمد البقمة.
ذلك الشاب الطموح قبل 10 أو 12 سنة يتكلم عن ما سيحصل اليوم. قد جلسنا في الجامعة الإسلامية وهو يقول أمنيتي، ويشهد على هذا زملائنا عبد اللطيف بن صالح وغيرهم من درسنا معهم، يقول أمنيتي أن أنزل إلى اليمن ومأرب وأن أفعل فيها دعوة وأن أضم الأيتام وأن أفعل وأن الأرامل وكذا إلى آخره من الأمنيات التي حققها الله له. فجاء قاطع الطريق فقطعها عليه، قطعه الله. والله العظيم أنها أمنيته من قبل 10 سنوات. فجاء هذا المجرم لعنه الله وحسبنا الله عليه، فقطع عليه الطريق. لكنه لن يقطع طريق الله، سيغيظ الله عز وجل من إخوان الدكتور ومن زملائه وأحبابه والدعاء بشكل عام من يقوم بهذا الواجب. فقد غيظ الله عز وجل بعد رسوله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة، ثم الحكام والأمراء المسلمين العادلين إلى يومنا هذا. فالدين لن يضيع، الذي ضاع هو الذي تلطخت يده بدم الدكتور، الذي ضاع هو الذي تلطخت يده بيد الدكتور. ونحن لا نقول، بكل حال أنا نيابة عن إخواني آل البقمة نيابة عنهم أقول جزاكم الله خيرا وكتب الله أجره، وهذا قليل في حق الدكتور، والله قليل أن نجلس في الشمس إلى غدا أو إلى بعدها في حق هذا الرجل المبارك رحمه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، اللهم أسكنه فسيح جناته، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله. اللهم افضح كل يد مشينة غدرت به، اللهم افضحها اللهم افضحها في وضح النهار، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعز الإسلام وأهل الإسلام ودعاة الإسلام وكل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. رحمك الله يا دكتور، غفر الله لك، أكرم الله نزلك، وسع الله مدخلك، سامحك الله، سامحك الله، سامحك الله. Yeah, whatever.